أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند ورك أوكلا تبيان أمود الصوماليات عمان تنكفو غادان وناقنا أركان عيقن وسلامي صومالي وحنو شيغي يا مانت وحنو تنزلني إنو سنبربرين غرنك الصوماليات غرنك الصوماليات أنك وحنو لسو التوبري عن شورتي سو أكتوبر نولو ما سو أكتوبر إن الدومينو سومالي إن اللينو سومالي إن الدواتو أرسل وحنا لو سو أكتوبر إن دلك يدتك يدين تدفعنا سومالية ياك الدفاعنا عدو عدو واكي عدو هو مد بدل يمد جدا لا ولا لا مد حلو في كراية وغلدا إن سو توسيو كيف عنا اللي يراد دريقة كسوة مدى الصومالية المركة لو اعتدن تاقن اكد تاقن دور دا الصومالية دا حد هذا وحي او كان يسا بربر وحي كان يسا داوع وحي كان يسا مشكلو وانا الصومرتي وان ارقني قرن انا ندومنو لكن هدان قرن ندومنو هدان قرن مرسي نقان هدان المركة لسي اقول وانا نسكد من قرنك هذا عي وحنا صومرتي كان صوماليو تاجرين عندهن ما حكينا ما انتوا سؤال آت سويدن ولا واي أفرت السنة اللي موجا اللي جوجا ما انتها قفل بس صوماليا دوا عيل كان بنية ولا وي أفرت السنة أفرت نجرك ويل كا مو أرك دول النمو صوماليا ده في عن النظام يسرع يكوس عطاء يدول النمو صح وحبرسد يا هوس ليدتا عفمات كليتا عيدنك يا بابا اي وحاسو دن وديبا اي كينيسا دول حمر ان مركزتا كفو جغنا ان مرك دول دم ان بربرتا لو باين يا صومالي قف كون هو يارق نقدا وين وبسلادا وح حن انو كفو غادو وح في عنا قاتو ان المالون والبوح من قادنون إن الرأي قلدن قادنون إن ذلك هي كبربون ونقعيا هي نقعنا هي كبربون حقنا الحكومة لا أرين تاني قانو أميد وأرين فدرالا ما أرين هرشبال لا إيو هرشبال لا باك سوقا دعني وحي إلهي كده نقول دون تلا لكن ميد فدرال كا حق وحن أولى هي إن رجل يجسين وي إلهي إنه يقول قال لي استئنا هيسيسي وأنا شو كانوا وأنا سومالي مديو هذا عي مدني ما بحلو قارا مدني ما هو مرلة مدني ما أيه وحنا جالسين كرتا ذلك أدون كم مش يقارين وكلا وحلا يابلة إن مسؤول سومالي أو ذلك أجي تبي عرق أما مسؤول كلا عرديس هذه اللي يابلة حصل لك جو عندما الصومالية حتى كور وادي عندك هذه ودي يعني ما حد عاي حد أي تاجين هين إنسان قبيلة ذاك الراعي وح إيمان له إن ذلك يبد باديان سيد مصر كنا عضو كلا الدنيا قارك تسيد كنا عضو عين كينا مركو علينا كروا مصر كيشين ذلك هنا بد باديان حمان هنا ودي دال قفك نينك قفك وح هم وذنا قعن كل فتان إن وحن أصوب بحي تاي وحن نجم مغنا أم حقوق ذي نجم مغنا إن بعد كوب ملك استي يكون جرتنا إن ككانوا تاس وبلن هران بلن تأوجلني حدنا سيدي بيجت تاي دت كلها لبود بودي يوررك وحن لا يهاي سكدا يورح متشيلك دت كيان لسكدلين dadka wanaag halaga hala tuso nabad iyo wanaag wax ka fiican ma jiraan intaas kadib waxaan leeyahay doorashada dalka ka dhacaysa waa inay si habsami ah oo xushmad leh aga dhacda gobolka Hiiraan waa in aan lagu dagaalamin buuqna uu ka dhacin waxa dan u ah dadka doorasho inay ka dhacdo gobolka gobolko dhan bay dan u tahay
dadka isku dayay marka inay carqaladeeyaan waxas waxaan leeyahay ka fogaadaan yaan carqaladeen doorashada wanaag iyo usluub iyo sicil kasnimo laha ku dhamaato. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam ala ashrafil mursaliin. Ani hadalkaygu waa laba qodob keli ah inaan u mahad celiyo dadkii nala shaqeeyey iyo in aan ummadda u ducayno labadaas keli ah weeye. Awalan waxaan ka bilaabayaa walaalkay jeneraal Abukar Warsamaxuud oo runtii guushaan iyo maslaxadan iyo nabadan furow ah asaga iyo walaalaha la socda saaxiibada la socda iyo intii aan ka soo tagnay waan xagga uga soo tagnayba waa mahadsantihiin inaad nabadda gobolka Hiiraan iyo midda ummadda Soomaaliyeedba aad fure u noqotaan. Waxaan kale u mahad celinayaa Ilaahay baan u mahad celinayaa mar walbana mahadda iskale oo guushaas iyo maslaxadaas ummaddayada garansiiyey na waafajiyey inaan qaadano. Waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiintii kala duwanaa ee gobolka Hiiraan gaar ahaan beledweyne joogay oo nala shaqeeyey oo na soo dhaweeyey wax nala qabtay anoon magacyadooda kala qaadqaadin aad baan ugu mahad celinayaa. Sidoo kale isimadii iyo nabadoonnada uu ugu weyn yahay ugaas Yuusuf, ugaas Xasan, ugaas Khaliif, ugaas Rooble, ugaas Muumin, ugaas Warfaa iyo nabadoonnadii nala shaqeeyey nabadda nagala shaqeeyeyna aad baan ugu mahad celinayaa. Ganacsatada nala shaqeeyeyna waa u mahad celinayaa. Saraakiishana soo dhaweysay waa u mahad celinayaa. Waxaan halkan si gaar ah u xusayaa Jeneraal Tawane oo runtii garabkayga taagan qaybna ka qaatay nabadaan iyo hawsha aan hayno la-aantiisna wax badan ay naga halaabi lahaayeen. Jeneraal Tawane aad baad u mahadsan tahay. Saraakiishana soo dhaweysay dhammaantiina waa idin salaamahaya, waa mahadsan tihiin. Ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay Ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa in Ilaahay nabad xasisho idin siiyo meelaad joogtaanba, ilaahay dalka iyo diinta idin xasiliyo, jilaalka idin xasiliyo aad ku jirtaan iyo abaarta, roob xasilan ilaahay idin siiyo, doorashada ilaahay idin xasiliyo, dowladnimo xasilan ilaahay idin siiyo, ilaahay uu noo dambi dhaafo, ummad islaamaho islaamnimadeeda ku taagan ilaahay naga dhigo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa mahadsantihiin. Waxaan kaloo dadweynihii qaaradaha adduunka kala jooga sama jeclaha ee baraha bulshada u badnaa ee arrintan aad uga shaqeeya runtii oo u baahna u badnaa warbaahinta kala duwan, kuwa haddana hor jooga iyo kuwii aan la kulanay iyo inta baraha bulshada oo arrintan sama jeclaha ka geysatayba, qof walba waxaad ogaataan waa xadiid weeye Rasuulku sallallahu calayhi wasalam uu yiri ma idin sheegaa wax ka khayr badan sadaqada iyo jihaadka iyo wax walba aad samaysaan. Wuxuu yiri waa islaax bayna naas, arrintan waa islaax bayna naas, ilaahayna ha looga dhigo intii ka qayb qaadato oo baraha bulshada uga qayb qaadato oo hadda kasii qayb qaadatana ilaahay ha uga dhigo. Shacabkii reer Hiiraan oo aan kasoo tagnayna waxaan kula dardaarmaynaa nabadaas xagsada ka shaqeeya ku dadaala inaysan mar danba idinka fakan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.